أيها العظماء الذين عودتمونا دائما أن تكونوا أهلا للوفاء، تستجيبون نداء الأمعاء الخاوية لأولئك العمالقة، لتلك القامات الشامخة في سجون ومعتقلات الاحتلال التي تسطر اليوم ولليوم الحادي عشر على التوالي معركة أسطورية بأمعائها الخاوية في مجابهة هذا الاحتلال وعنصريته وفاشيته. أيها الأهل، أيتها الأخوات، أيها الإخوة، يا أبناء شعبنا العظيم، أيها الأسرى هناك في سجون ومعتقلات الاحتلال، تداعت اليوم وبالأمس عدد من القوائم الانتخابية التي كانت قد ترشحت لخوض انتخابات بلدية طول كرم، وكان اليوم هذا وفي هذا اللقاء بيان صحفي هام نرجو أن تستمعوا إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. على ضوء استمرار إضراب الحركة الأسيرة وتصاعد معركة الحرية والكرامة، تداعت القوائم الانتخابية المرشحة لخوض انتخابات بلدية طول كرم للاجتماع، وهي قائمة الجبهة الوطنية، تحالف ائتلاف وطني وديمقراطي عريض برئاسة سهيل السلمان، قائمة كلنا طول كرم برئاسة محمود الجلاد، قائمة عدالة الممثلة للجبهة الديمقراطية وممثلها سليم ستيتي، قائمة البناء والتطوير برئاسة الدكتور سعيد حنون، قائمة التحرر الوطني والبناء الممثلة لحركة فتح برئاسة نصر فكها. وبعد التداول والحوار عرض الجميع مواقفهم لسحب القوائم الانتخابية حتى تؤجل الانتخابات لمدة 40 يوما وفقا لقانون الانتخابات، ووضع وثيقة شرف تؤكد على بقاء نفس القوائم بذات الأسماء والتشكيلات، وذلك التزاما منا جميعا اتجاه المعركة المشرفة التي يخوضها أسرانا الأبطال بأمعائهم الخاوية في مجابهة السجان العنصري. فالحركة الأسيرة على طول عمر الاحتلال كانت في المقدمة وأوصلت رسائل لكل من يعنيه الأمر، تمثلت برسائل الوحدة والنضال وأطواق نجاة لإنهاء الانقسام. واليوم جاء وقت القوى والفعاليات والشخصيات الوطنية للوقوف خلف إضرابهم وعدم ترك أي قضية أو عمل يبعدهم عن نصرة إضرابهم. وكان الهدف من الطرح هو أن تشكل بادرة وطنية بتعليق انتخابات الهيئات المحلية على مستوى الوطن، ونكون نحن في طول كرم السباقون في هذا الجهد الوطني. فوجئنا برفض التجاوب من قائمة عدالة الممثلة للجبهة الديمقراطية والناطق باسمها سليم ستيتي، وقائمة كلنا طول كرم برئاسة محمود الجلاد وممثلها إبراهيم أبو حمرة. مع مبادرة التأجيل من خلال سحب القوائم، والذي أصبح مطلبا وطنيا وشعبيا، وقد عقد أكثر من لقاء تشاوري لإعطاء الفرصة لمراجعة المواقف، لكن للأسف كان موقفهم الإصرار والتعنت. لهذا كله نعلن نحن في القوائم الانتخابية الثلاث، قائمة التحرر الوطني والبناء، قائمة البناء والتطوير، قائمة الجبهة الوطنية، أننا ملتزمون أولا الوقوف بكل إمكانياتنا خلف حركتنا الأسيرة في إضراب الحرية والكرامة. ثانيا، نطالب سيادة الرئيس أبو مازن والحكومة الفلسطينية بتعليق الانتخابات انتصارا لحركتنا الأسيرة في إضرابها البطولي. ثالثا،
نعلن عن تأجيل كافة أشكال الدعاية الانتخابية إلى إشعار آخر. نعلن عن تأجيل كافة أشكال الدعاية الانتخابية إلى إشعار آخر لنتفرغ بشكل كامل لدعم حركتنا الأسيرة في إضرابها المشروع والعادل. المجد للشهداء، الحرية للأسرى، والنصر الحتمي حليف حركتنا الأسيرة. أما الآن إخوتنا وأخواتنا، نترككم مع كلمات قصيرة لرؤساء القوائم الثلاث، أرجو أن تستمعوا إليها، ونبدأ بالأخ الدكتور سعيد حنون. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نبرق تحية إعزاز وإجلال لأسرانا البواسل في معركتهم من أجل الشعب الفلسطيني كافة. هم يناضلون وهم خلف السجون، فالأولى بنا أن نقف خلفهم ونحن خارج السجون. ثانيا، إن كتلة البناء والتطوير تؤكد على ما جاء في البيان الصحفي الذي صدر قبل قليل. ثالثا، إننا في كتلة البناء والتطوير أكدنا على موقفنا بضرورة تأجيل الانتخابات، وأن نتفرق ككتلة مع باقي الكتل، ونعلن عن أنفسنا لجنة متكاملة من أجل دعم الأسرى في معركتهم، وأن نتفرغ حملتنا الانتخابية تحول إلى حملة دعاية لنصرة الأسرى، وإن شاء الله أن نبقى على هذا الموقف، الموقف لدعم الأسرى ونضالاتهم والتحرر أكبر بكثير من أن نصل إلى بلدية أو نحصل على منصب. هم من أعطونا المناصب، هم من أعطونا المال، هم من وصلونا لهذا الوضع، هم من جعلوا لنا قضية وطنية وليس قضية اجتماعية. وشكرا. شكرا للدكتور سعيد حنون على هذه الكلمة. أما الآن فمع الأخ نصر فقهة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. هذا أقل ما يمكن أن نقدمه لأخواننا الأسرى في معركة الكرامة، معركة الأمعاء الخاوية، وسنقول لهم أن كل الأمور سوف تستمر باتجاه دعم قضية الأسرى، لن نخذلهم في معركتهم، وملتزمون كل الالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه في البيان المذكور سابقا، ونحن سنقف خلف الأسرى حتى تحقيق النصر، حتى تحقيق النصر، حتى تحقيق النصر. وسنقول لهم سيرضخ إدارة السجون أمامكم وأمام كبرياءكم وأمام عظمتكم، فيسألوا حافظ الآن هو إدارة السجون، فليسألوا ديفيد ميمون وابن شاحر سابقا كيف مرقت أنفهم بالتراب. وسننتصر لكم، وسننتصر لكم، وسننتصر لكم. وشكرا. شكرا للأخ نصر على الكلمة. الأخ والرفيق سهيل السلمان. بعد الدكتور حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن هنا في الجبهة الوطنية جئنا لنعلي صوتنا أن لا صوت يعلو فوق صوت أسرانا البواسل. لن نأتي هنا لنتضامن مع الأسرى، لأن الأسرى جزء منا ونحن جزء منه. الإنسان لا يتضامن مع نفسه ولا مع قلبه ولا مع عينيه. أنتم قلوبنا وأنتم عيوننا وأنتم من مهدتم لنا الطريق. عادة الذي يتضامن مع أسرانا أناس من جنسيات أخرى، لكن نحن شعب الأسرى، نحن شعب الجرحى، نحن شعب الشهداء. جئنا هنا لنؤكد أننا مستمرين في معركتنا، معركة الأسرى الذي هي معركتنا جميعا، هي معركة الكل الوطني، لنلتف جميعا خلف انتفاضة الأسرى، هذه الانتفاضة التي ربما تشكل لنا بارقة أمل لحرية فلسطين وحرية أرض فلسطين وحرية الإنسان الفلسطيني. وشكرا لكم. شكرا للرفيق سهيل السلمان. أما الآن فمع كلمة الدكتور حسن خريشي. بالمناسبة أيها الإخوة أيتها الأخوات، هذا القرار هو قرار وطني، شبه إجماع وطني في طول كرم على البيان الذي تلوناه قبل قليل، يمثل
غالبية فصائل العمل الوطني ويمثل أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء المجلس الوطني وفعاليات محافظة طول كرم. نترككم مع كلمة الدكتور حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للحركة الأسيرة الفلسطينية، شكرا لمروان البرغوثي، شكرا لأبو سرور، شكرا لكريم يونس، شكرا لأبو ربيعة وثابت، شكرا لكل أسرانا في سجون الاحتلال. هؤلاء الذين أرادوا أن يعطونا قليل كثيرا من العزة والكرامة بعد أن افتقدنا الكثير منها في ظل هذا الانقسام البغيض، شكرا لهم جميعا. مطلوب منا على الأقل أن نرد بعض الجميل لهؤلاء وهم يخوضون إضراب عن الطعام منذ 11 يوما. هذا إضراب جماعي. كم تمنيت ومعي كل زملائي أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من كل اتجاهات والتوجهات أن نؤجل أو نعلق هذه الانتخابات نصرة للأسرى ولآهاتهم وجراحاتهم وجوعهم، علنا نعطيهم بعد نعطي أنفسنا فرصة كبيرة للنضال مع هؤلاء، مع أهلنا، أحبتنا، أولادنا. لكن للأسف الشديد لم نستطع أن نحصل على إجماع كرمي. كنا نتمنى أن نكون نحن في طول كرم السباقون لذلك، لتعمم هذه التجربة على كل الوطن الفلسطيني. لكن للأسف الشديد البعض منا رفض. نحن لم نطرح هذه الفكرة عن ضعف، وإنما إيمانا، التزاما، قناعة بحركتنا الأسيرة، انسجاما مع أنفسنا بالدرجة الأولى باعتبارنا أسرى سابقين. وبالتالي اليوم بقول آن الأوان، ما زال الوقت مفتوح تتراجع الكتلتين الأخريات عن موقفهم، لنذهب جميعا نسحب قوائمنا الانتخابية، وبذلك نؤجل هذه الانتخابات لأربعين يوما فقط بنفس الأشخاص، بنفس الكشوف، بنفس الهيئات، ونتمنى أن نحصل على ذلك قريبا. شكرا لكم. خذوا ما شئتم من إنجازاتكم ومنجزاتكم، واتركوا لنا أسودا رابضين هناك أثاروا فينا حب الوطن. اليوم كلنا فخورون بهذه المحافظة، محافظة طول كرم، بهذا الالتزام الذاتي بالإضراب الشامل. اليوم أيضا فخورون بكتل انتخابية أعلنت موقفها بشكل واضح أن لا للانتخابات ما دام أسرانا هناك مضربين. اليوم أستحلف من تخلف، أستحلف من تخلف عن قضية وطنية، أستحلفكم يا كتلة طول كرم كلنا محمود الجلاد، أستحلفكم يا كتلة عدالة وسليم استاتي، أستحلفكم بدموع أمهات أسرانا، بآهاتهم، بوجعهم، بصبرهم، أستحلفكم بالله العلي العظيم، أستحلفكم بدماء الشهداء أن لا تتركوا هؤلاء الأبطال لوحدهم في معركتهم مع إدارة السجون. لا يمكن ولا يعقل أن نذهب إلى انتخابات بلدية ومتوقعا في كل لحظة أن يأتينا شهيدا من هناك وشهيدا من هنا. أمهات أسرانا، أمهاتنا جميعا تستحلف كل كرمي، تستحلف السيد الرئيس
والحكومة الفلسطينية لا تترك أولادنا. ومن هنا الصرخة الأولى من محافظة الثابت والكرمي إلى كل الوطن، اسمعوا نداء جماهير الكرم، تقول أجلوا الانتخابات، أجلوا الانتخابات. يحكي عن العائلات اللي تطرد أي حد من الانتخابات، ناس تقوم في بيوتهم. أتمنى من كل مكونات المجتمع الكرمي، من عائلاته، من فصائله، من مؤسساته، أن ينتصروا لهذه القضية الوطنية. أتمنى من كل العائلات وكل الدواوين أن لا يستقبلوا أي مرشح لمجلس البلد. من يظن أن يخاف من الانتخابات فليعلم كله. الكتل الانتخابية متساوية، وكلنا نهوى ونعشق الانتخابات حتى لا نزاود على بعض. المطلوب منا جميعا أن نكون هنا وهناك عند الجدار ليسمعوا أسرانا آهاتهم، ليسمعوا أسرانا كلمة الله أكبر تترك زنازينهم. هذا هو المطلوب، ليس أكثر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أتمنى على كل قوائمنا الانتخابية أن لا يرفع أي صورة لمرشح، ترفع صورة أسرانا الأحرار فقط. هذا ما علمنا إياه ياسر عرفات وعمر القاسم وأحمد ياسين وجورج حبش وكل الشهداء، وما علمنا إياه مروان البرغوثي ورفاقه وإخوته الأسرى. في النهاية أجدد الفخرة باسم فصائل العمل الوطني وباسم اللجنة التنسيقية لفعاليات هذه الخيمة عن فخرنا وشكرنا لهذه المحافظة الواعدة الثابتة بإذن الله. شكرا لكم جماهيرنا، شكرا لأمهات أسرانا اللواتي من الصباح الباكر يتنصبن هنا على منصة الشرف لأنهن أكرم منا جميعا. لا تتركوا آهات أمهات أسرانا لوحدهم. شكرا لكم جميعا باسم كل فرد، باسم كل أسير. الأسرى اليوم في إضرابهم لليوم الحادي عشر. ايش يا جميع الطعام؟ ايش معلش؟ نثنى الجميع خلاص. يصلنا أن عائلة فلان تريد أن تقاطع وعائلة فلان، لا نريد أن نذكر أسماء، لكننا نقول لهم دمتم أحرارا في طول كريم الفداء. معكم وبكم وبهذا النفس الوحدوي سينتصر أسرانا وسيحقق الشعار الذي رفعوه، إما النصر أو النصر، وإنها لثورة حتى النصر، حتى النصر، حتى النصر بإذن الله. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، أيتها الأخوات، أيها الإخوة، نود الإشارة أن المؤتمر الصحفي الحالي يذاع على الهواء مباشرة لكي يطلع كل أهل محافظة طول كرم على مجريات الأمور وما يستجد من أعمال. أما الآن نترككم مع كلمة الدكتورة سهام ثابت عضو المجلس التشريعي. الدكتورة سهام ثابت عضو المجلس التشريعي
ورفيق الدرب الشهيد القائد الثابت ثابت. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم الشهداء، شهداء الوطن جميعا، الرئيس أبو عمار، كل الشهداء، محافظة طول كرم، ثابت ثابت من قبره يستصرخكم وكونوا مع الأسرى، كونوا مع الأسرى، كونوا مع الأسرى. الأسرى يخوضون معركة قوية ليس من أجل مطالب لهم، ولكن من أجل مطالب للشعب الفلسطيني ككل، من أجل قضيتنا نحن، من أجل قضيتنا التي بهت بريقها. لكن الآن الجموع، نقول للعالم جميعاً، الشعب الفلسطيني حي، الشعب الفلسطيني موجود، الشعب الفلسطيني خلف أسراه. أنا أستغرب من القوائم، راجعوا أنفسكم، القوائم التي قررت أن تخوض معركة للانتخابات، معركة باهتة في ظل إضراب الأسرى، هي معركة مخزية، هي معركة مخزية، هي معركة مخزية. حتى نلتهي، حتى نلتهي بالدعاية الانتخابية ونترك أسراهم. راجعوا أسراكم أنفسكم، راجعوا أنفسكم. أنتم بدكم يانا نلتهي ونروح على الدواوين وهون وهون ونقول انتخبوا فلان وعلتان وألف وخمسمية بالجوع، ألف وخمسمية حي يجينا منهم شهداء. راجعوا أنفسكم قبل أن يعاقبكم، راجعوا أنفسكم قبل أن يعاقبكم المجتمع الكرمي. سيعاقبكم الشعب الكرمي، سيعاقبكم، لن يدخلكم بيته، لن ينتخبكم، لأن في عنا قضية أكبر بكثير، أكبر بكثير تهم فلسطين. رئيس أبو مازن راح يروح يقابل ترامب، حيكون وراء جماهير شعبه، خلفه، خلف قضية الأسرى، وخلفه نقول له أن الشعب الفلسطيني يرفض كل الضغوط. فهل نحن مع الديمقراطية ومع انتخابات بلدية، ولكن ليس بهذه الشكل بهذا الوقت. القائمتين اللي مش اللي موافقتش على انها تأجل الانتخابات، انا برجع بقولها باسم الشهداء، باسم الأسرى، باسم مجتمع طول كرم، راجعوا انفسكم، انتوا خيرا لكم. لا لا علي البدا بسم الله الرحمن الرحيم. نحن عائلة الأسير وجد الجلاد، قائد الإضراب في سجن مجدو والمعزول في سجن الجلمة، نعلن مقاطعتنا للانتخابات. نحن جزء من منظمة التحرير وفعاليات منظمة التحرير، ونحن امتداد لهذا الإضراب الوطني الكبير، وعليه فإننا نعلن في المنطقة الغربية بعائلاتها، عائلة تاي وكل العائلات، أن دواويننا مغلقة أمام كل من يريد أن يرشح نفسه لهذه الانتخابات الهزيلة. عائلة اليحيى وآل بدير والجميع، نحن والأشقر، نحن مع منظمة التحرير وشرعية تمثيلها وفصائلها التي تقود هذه المعركة.